تشغيل لوحات مدمج بالطاقة الشمسية، استخدام هيتاشي انفرتر، دمج الكهرباء مع الطاقة الشمسية في الأزرق الأردن، مضخات 90 كيلو وات 30 كيلو وات. لوحة هيتاشي 90 كيلو وات دمج طاقة شمسية مع الكهرباء في منطقة الأزرق. تيار مسحوب من الدي سي 121 أمبير من الطاقة الشمسية. تيار مسحوب من الكهرباء 0. لوحة 30 كيلو وات مضخة 90 كيلو وات، مضخة دفاع 30 كيلو وات. عن طريق الدمج طاقة شمسية مع الكهرباء.